مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام أو أيام الأسبوع القادم بإذن الله. نبدأ في البداية اعتبارا اليوم الأحد، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية 42، العظمى والصغرى 27، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 45-32، المنطقة الغربية 37-30، المناطق الجنوبية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 30-20، منطقة الرياض والوسطى أجواء حارة 44-34، المنطقة الشرقية 45-30 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية 43-27، المناطق الغربية 38-30، المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 28-22، منطقة الرياض والوسطى أجواء شديدة الحرارة 46-34، وأجواء شديدة الحرارة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية 44-31، والمنطقة الشرقية 46-42 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، المناطق الشمالية الغربية 40-22، المناطق الغربية 36-30، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 29-21، الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 46-35، والمنطقة الشمالية الشرقية 43-25، والمنطقة الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45-34 درجة مئوية. أيضا يوم الأربعاء في انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية الغربية العظمى بحدود 35 والصغرى 23 درجة مئوية، أيضا انخفاض في المناطق الشمالية بشكل عام والمناطق الشمالية الشرقية 36-26، المنطقة الغربية 36-29، المنطقة الجنوبية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر 28-22، الرياض أجواء حارة 45-36، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 43-30 درجة مئوية. يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة وبتكون تقريبا حارة نسبيا إلى حارة في المناطق الشمالية الغربية 37-26، المناطق الغربية 38-31، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية 29-21، ومنطقة الرياض أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45-32، والمناطق الشرقية والشمالية الشرقية انخفاض قليل على درجات الحرارة مع أجواء حارة، المنطقة الشمالية الشرقية 39-27، والمنطقة الشرقية 39-29 درجة مئوية. يوم الجمعة ارتفاع على درجات الحرارة في بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية والشرقية، المنطقة الشمالية الغربية 40-27، المناطق الغربية 38-31، المنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 26-19، منطقة الرياض أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 45-31، والمنطقة الشمالية الشرقية أجواء حارة 41-28، وأيضا المنطقة الشرقية أجواء حارة 40-31 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا لمتابعتكم ونترككم في أمان الله.